back stronger. ورجعنا لكم مرة ثانية في ASL Season 2 اليوم الثالث على دام سبورتس بي فريق كاسكارد هيمثل مصر إن شاء الله. أنا النهاردة مورو ومعايا هينضم إليا قريبا إن شاء الله دسوقي. مورو معاك على دسوقي. أيوة مورو أنا مطول عامل يا مورو حبيبي جاهز جدع طبعا. وانت عامل ايه النهارده؟ انا تمام الحمد لله. يلا الجيم بدا بسرعه. الناس متحمسه، الناس في اللوبي بتقول يلا يلا وبتاع، فاهم؟ الناس جاهزه. انت متاكد انت متحمس جدا؟ اف جي بي ونصر بي يعني اقوى فريقين بيلعبوا بعض، اكيد متحمس. واحد من ويست واحد من ايست كمان، بتوع الايست بقى يقول لك هو ده اللي هيمثلنا مش عارف ايه والكلام ده منا الكلام ده كله. بس ناخد بصه على طول كده، تشامبيون سيلكت بدا قدامكم اهو، البانز واضحه على الشاشه ان شاء الله هنجيبها قدامكم حالا. مستنيين المخرج العظيم بتاعنا يجيب البانز على الشاشه. هي البانز الموجوده قدامي نصر بان جاليو جيس وجي بي وفريق اف جي بي بان ازر كارما وفلاديمير والبيكس ستار وام كارما بندات. مع ان يعني مع ان في نيرفل جي بي لكن خدوه. المهم البيكس بالنسبه لفريق نصر سجواني وراكان وام اف لحد دلوقتي يعني نقطه تتقال معلش. لا تيمو تسوقي بس اظن ده تيمو بليس هولدر. اظن بليس هولدر عشان عاده تيمو كانه بليس هولدر. اي شاشه شغله تمور ولا لسه شغل الستريم؟ نعم الشاشه جت. خلاص احنا شايفين على الستريم دلوقتي مشاهدين الاعزاء بيتفكت معانا. ولاحظوا ان تريستانا ما اتعملهاش ولا بان ولا فيرست بيك، مع اننا كنا بنشوفها كتير جدا في الجيمات اللي فاتت. شوف كوجما لولو من فراس جارد، ايه رايك في الكلام ده؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ والله حاجه غريبه يعني. انا كفايه بس الباتش عليا يعني، شفت الباتش واللي عامله في الناس يعني. باتش عامل قلق كبير. كفايه يعني نايف تراك الغاها كفايه دي. الميد لين متى هتتغير تماما؟ كميه ايتمز اتعمل لها بفات مش طبيعيه. ايه ده؟ وفي برضو الناحيه الثانيه في نرفات برضو، فاهم؟ اهمهم او اكبرهم نرف زوي. حي بقى لنا قد ايه بندعي فيه. هو وصل. عموما انت متعرفش تيمو بليس هولدر لمين؟ لسه ما نعرفش الصراحه، هيجي لنا المعلومات واول ما يجي لنا هنقول. هقول لك ان شاء الله. بحاول اوصل لمشعل لكن مش بيرد عليا. بس سكند بان روتيشن خلاص وصلنا لها لبلانك بان من فراس كوردز وراه الاوريانا بان، تركيز على الميدلين جامد جدا. وبرضه فري تاني كان عامل بان لجاليو وجانج بلانك وتاليا كلهم ميد لينرز، ممكن جيس برضه تلاقي ميد. فتركيز جامد جدا على الميد لين، الناس ما قالها من الباتش الجديد باين عليها. الباتش يعني انت عارف عامل ايه في الاي بي، خلى ايتم تبقى او بي جدا يعني. تخيل مش فاكر كانت اسمها امبليفاينج اورب او اوبليفيون اورب. اوبليفيون اورب بالاكتف بتاعتها بتاخد حوالي 100 بي في لمده 4 ثواني يعني. لا اسمها سبيل بايندر. اسمه سبيل بايندر اللي هو بتجمع ستاكس ومصاري لمده 4 ثواني لفت موفمنت سبيد و100 اي بي، صح؟ طبيعي. تخيل حاجه زي كده. ده جبار، ده جبار. عموما خلاص دخلنا في السكند بيك روتيشن. نار لوكت ان لفريق فراست كوز، هيبقى النار توب لين ولسه ما اعرفش هو قصاد مين في التوب. نصر اي سبورتس ممكن يبيكوا هنا ميد او اي دي كاري. زايا مفتوحه، ممكن نشوف ازاي ركان كامبو مدمر البوتين ولكن غير رايه وياخد الساير. عموما يا مورو تيمو البليس هولدر لزايا. تيمو بليس هولدر لزايا، اوكي ماشي تمام. يبقى كده معاهم خلاص الاي دي كاري كده، هيفكروا في الجنجل بقى. في الميد لين يعني. اخر بيك يبقى اخر بيك مفهود زي الميد لين، هيبيك بلايند عشان هو ما عرفش لسه فراس جارد هيبيكوا مين في الميد لين. لكن بانز كتير جدا على الميد، الاوبشنز اللي قدامه مش كتير الصراحه. الميتا بتقول له مفيش غير رايز، وهو فعلا هيلوك ان الرايز. مش عارف هل انت
يعني متفائل بالرايز ده بصراحه يعني من ساعه اخر باتش والنيرف بتاع اللي هو ما ينفعش يعمل التيميت مع الزونيا فموضوع بقى رخم. لكن مع الميتا الجديده مع الاي بي انا لسه ما اعرفش ممكن يعمل ايه. ممكن يكون سفاح بحيث ان هو دلوقتي ايتم بتاع تشير اوف ذا جادس بقى تدي مانا كبيره جدا يعني تخيلوا كل مانا بتسكيل معاه فممكن دي لما يخلص برضو بياخد مبالغ غريبه كده مانا كتير جدا. بس هو كان ايه اخر بيك من فريق فراس جايز؟ ما لحقتش اشوف ما خدتش بالي صراحه ما لحقتش عشان مفصل على طول هم ما صدقوا ما تفهمش يعني. بس السايون توب لين لأدهم هنا نصر اي سبورتس ما بنشوفوش كتير السايون. انا يعني ما شفتوش خالص اظن يعني في التورنمنتس عموما. كنت بشوف الناس اللي لعبت لو تلعب لك بيبي درونز رينج اول حاجه عارف لو اركن كوميت عليه ويقعد يفوق في الليمه بس نشوف هيعمل ايه ضد النار. هي مش لين سهله ابدا. النار بيزعل التانكس وصيون ما هو تانك في الاول في الاخر فيعني هو صعب. ميزه اصلا من نار يعني في جيسو نار يعني ميزه تقيله على النار مش بيهزر الكلام ده. حسيت ان فرجيتي على ميزه حاسس ان هو مش بيحب التانكس او مش بيلعب تانكس عموما هو بيحب الكاري ستايل التوب لينرز او بروزرز او فايترز الحقيقه. شفنا على فيورا شفنا على كانن المره دي هنشوفه على النار فيعني متحمس. انا عاجبني قوي البلاي ستايل بتاع ميزا وشايف ان هو يعني هيدينا بلايس حلوه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله انت الفريقين كويس جدا وبيلعبوا بعض اكيد الواحد متحمس اصلا يعني ما تعرفش اللعبه هتروح فين ما تقدرش تتوقع اي حاجه بجيم زي ده. على العموم دخلنا بيك ان بان تاني هناخد نفس البيكس ان شاء الله الفرقتين لكن بدل التيمو هتبقى هي الزايا لوكت ان البوت لين بتاعت نصر اي سبورتس الزايا راكان لين ضد لولو كوج. ما ايه رايك في الكلام ده؟ تفتكر مين هياخدها لولو كوج كومبو القديم ولا زايا راكان كومبو الجديد؟ بص يعني انا عايز اقول لك ان في الباتش ده بعد ما كوج متعمل له باف بتاعه وكمان باف لوكت ان فانا برجح كوجمو يعني واحد سفاح في الليد دي سفاح حرفيا مجرد ما لولو معاه وزاك او نار هيبيل عليه او اي حد هيبيل عليه هيمسح الفريق تاني. فكرة ان باراليز خلي بالك برضو يعني شفته بيلعب كتير وهو بيحب يلعب البيلينج ديسنجيجينج سبورتس زي لولو زي جانا وزي كارما. هو ده هو بيحب يعني بيستريح على الشامبيونز ديت يقول واحد من تشامبيونز اللي بارالايز بيحب يلعبها كتير فمتفائل الصراحه ان شاء الله من لولو بيك هنا. غير ان هي طبعا هتحط الاي بتاعتها على كوجمو طول الوقت ولكن في نفس الوقت في كومبو حلو لما رايز او لما زاك او نار يخش جوه الانمي تيم تقوم لولو عامله الت تعمل نوك اب زياده للانمي تيم كله ففي كومبو لذيذ شغال كده مع الفرنت لاين بتاعها لولو يعني. بس يعني ما اظنش انها هترسك ان هي ما تحطهاش على كوجمو يعني ما هي دي الريسك. هي دي الريسك. هل هو اجريسيف ولا هل هو قلقان على ايدي كاري بتاعه؟ المهم سقه شفت البيك واخد بالك سقه بيلعب بكاسيوبيا اخد بالي من زايا من كاسيوبيا سوري بقولك ايه انا اخر مره شفت سقه بيلعب كاسيوبيا جاب تريبل كيل فاكرها ده كان في البطوله اللي فاتت اللي عندي فاكر كان بياخد الثلاثه كان بياخدهم في سولو كان بيلعب كان بيسولو بوش الواحد في التوب لين الأربعة كانوا بيدخلوا عليه يعني كان رخم قوي بصراحة. خباك الاثنين ميد لينرز دلوقتي هيجيبوا التير ايتم الجديد اللي انت قلت في الاول ان هو عامل قلق. غير التير ايتم الجديد الاثنين بيحبوا يجيبوا رود اوف ايجز برضو فهم الاثنين بيسكيلوا في الاول في الاخر لكن اول لما يجيبوا الايتمز بتاعتهم هيبقوا مرعبين. وايتم توين شادوز حلوه برضو بتحط على السبورت دلوقتي وممكن يجيبها ميد لينر بس هي احلى على السبورتات بتدي اي بي كويس وفي نفس الوقت الاكتيف بتاعتها اللي بتطلع التو جوستس دي فاكرها الايتم بتاعت زمان قوي دي طبعا فاكرها والله حلو يعني كل شويه بيلغوا ايتم ويروحوا مرجعينها تاني يا عم يا احنا هنشتكي. وصراحه الميد لين ماتا كانت محتاجه تغيير يعني كانت بدات تقدم برضه شويه مش كده كان كل جيم
ازير او في الكومبيتيتيف عموما كان ازير زوي رايز مسيطرين، وقبلهم اوريانا كان دايما ويف كلير ميج ويف كلير ويتحرك، زهقنا من الكلام ده فاهم. حلو الريفرشمنت كده فاهم، حاجه جديده. بس انت ايه رايك من رايك انت يعني كده من الايتمز الجديده، تفتكر مين الشامبيونات اللي هنشوفها كتير في الباتش الجديده دي، او مين ممكن يبقى مثلا عنده انتراكشن حلو مع الايتمز الجديده؟ بص يعني هو الاي بي هتلاقي اي بي كتر شويه منهم، ايكو هيتلعب كتير جدا الفتره الجايه. الابيليتي باور والمانا كده كده اصلا بقى بتاخد مانا كتيره جدا، ولوست شابتر بقت تدي 10 كول داون في بدايه الجيم. يعني تخيل انت بادئ الجيم ب 1100 بتاخد اي بي ومانا و10% كول داون ريدكشن، يعني فالناس هتسبام الابيليتي باور او تسبام اي حاجه فيها بي وابيوز كتير في الايرلي. يعني ايكو فيكتور ارجع تلعب بيه. في مين تاني؟ انا متحمس لفيكتور، بالذات فيكتور. كان في فتره كان فيكتور كان متى، انا كنت بحب قوي الميتا. انا فاكر الفتره دي كان فيكتور ازير اظن على طول بنلاقيهم قدام بعض. حتى يعني اللعب بي فيكتور وضد فيكتور ممتع فاهم، عشان الشامبيون عنده يعني نقط ضعف واضحه وصريحه، عنده قوات واضحه صريحه فاهم. هو ويف كلير جبار، بيرست جبار، لكن سستين دامج وحش وموبيليتي وحش. يعني هو معروف في الشامبيون كذا كذا كذا، فانت بتعرف تلعب ضده في نفس الوقت لو بتعرف تلعبه انت بتيك اوفر الجيم. انا بحب فيكتور جدا وزعلت عليه لما كان الوين ريت بتاعه وحش وما كانش بيتلعب، بس ان شاء الله نشوفه تاني زي ما انت قلت. انا حاسس برضه ان هو الميتا دي هتورينا حاجات لذيذه. اللي انا بس عايز اتلعب بيه اوريليان سول، يعني مش عارف الفيلم ده مش واخد حقه خالص. يعني اوريليان انت بتحب تتفرج على اوريليان عموما؟ جدا. عشان الرومينج يعني ولا عشان انت خالف، انت ممكن تروم من ليفل 3، ممكن توقف كلير بسرعه وتروم من ليفل 3. انت عايز ايه في تشامبيون غير كده؟ يعني مش عارف انا بقلق من اوريليان. بص كل يعني معرفتي باوريليان او خبرتي مع اوريليان، يا اما بلعب ضد واحد مش عارف تشالنجر اوريليان سول بيسنوبول الماب كلها، يا اما بلعب ضد واحد ما اتحركش من ليفل مش عارف يعمل ايه. تشامبيون هو مش سهل يتلعب، بس لو بتعرف تلعبه انت يعني هتسيطر على الجيم. عموما يعني بشوف ناس كتير قوي بتلعب فيه، بس في الهاي ايلوز عموما ما لو ايلو ما حدش بيحب يلعب بيه لانه مش سهل، يعني مش اي حد يقدر يلعب بيه. لا هو مش سهل ابدا، مش سهل ابدا، غير ان هو يعني محتاج برضه حبه كوردينيشن مع التيم. يعني انت لما تيجي تروم انت محتاج البوت لين بتاعتك تبدا بقى تخش تفايت قبل ما انت تيجي، عشان لما تيجي تلبسهم استنى على طول من غير ما يروح حاجه كده. محتاج حبه كوميونيكيشن، وفي اللو ايلو ما فيش كلام ده طبعا. الجيم بدأت عندي، عايزني اوقف لك على كام؟ انا لسه في اللودنج يا وحش. اوكي خلاص هبوقف لك على 5 ثواني كده. حاضر. يا رب اللودنج يعدي على خير. بما اني في اللودنج كده احب اخبركم بالسكنات اللذيذه اللي قدامي. الترنم كاسيوبيا واخد فيز رش. اوكي فيز رش حلو جدا على كاسيوبيا الصراحه. هو الموفمنت فيه بتساعدها تستيك للتارجت كويس. عاده كاسيوبيا مش بتجيب رايلايز في الايرلي خالص، محتاجه ايتمز كتير جدا اصلا عشان الباور سبايك بتاعها. وانا دخلت لكن الجيم بوزد اول ما دخلت. يعني البوز بتاع كل مره مفيش مفاجات. هو بوز يعني انت مفيش مفاجات، ما تتوقعش تدخل جيم من غير بوز، يعني ما ينفعش. ما لا ما ما, ما يصحش عيب. يعني لازم الصراحه نرفع القبعه للتي تي داتا ان هم كونسيستنت في النقطه دي. انا كنت عايز اقول لك يعني انت واخد بالك من الريونز بتاعت راكان ريز وسيون؟ راكان واخد جليشال اوجمنت، سايون واخد الكوميت اللي احنا قلنا عليها اللي هو هيبوك بيها في اللين. كان مين التالت؟ ريز واخد كوميت برضو. مش غريبة؟ غريبة دي. انا بتكلم في كده غريبة.
دي غريبة شوية، دي غريبة قوي كمان يعني، كان مش عارف مش في اوبشنز احسن من كومنت طيب على الرئيس ولا مورو ايه؟ انا واقف لك عند 8، انت في كام؟ انت واقف؟ طب انا واقف عند 15. طب نوصل ل 15 ونتحرك مع بعض. اوكي خافش ما فاتكش حاجة كتير. 15 لسه واقفين في الفانتل. اوكي 15 اهو، يلا نكاونت داون. يلا اوكي 3 2 1. هيا بنا توكلنا على الله سيداتي سادتي انساتي الى اخره. فجيم 1 من ناصر اي سبورتس ضد فروست جارد بينجوينز، جيم 1 من اي او اس ضد اي ان اي، جيم 1 من انه كانوا تلاته من السعوديه حاجه كده، كان قول الامارات ضد مصر. الامارات ومصر يعني، يا امارات ومصر. بس ناصر اي سبورتس خمسه بيتحركوا مع بعض في ليفل 1 كونويين يقفشوا حد من فروست جاردز، بس بارالايز وستاسري لعبوها بذكاء، شافوا الناس قال لك خلاص مش لازم. كانوا واقفين في منطقه حلوه صراحه. طيب ايه عموما الموضوع كويس لحد دلوقتي، انا شايف الايتيمز يعني مش غريبه. وراكن بدا انشن كوينت بقى تدي دلوقتي 5% كول داون. لا 5% موف، 5 موفمنت سوري، موفمنت سبيد يعني. بتدي موفمنت سبيد برضه كول داون. بتدي كول داون كده كده اصلا، لكن هي بتتكلم عن موفمنت سبيد اللي هو دي حاجه جديده. ماشي هتنفع جدا مع اركان. مش على يعني الصراحه الحق يتقال ما شفتوش بيرون كتير في الماتشات بتاعته. ادهم مادي دبل هيلز على رايس. مستغرب جدا، يمكن عشان كان عايز مثلا فتح بدري عشان الانفيد. صح عندك حق، اكيد. والله حاجات غريبه بنشوفها، بس ادي الليفل 1 بتاع زاير كان النايت اوريدي على اساس اللي ممكن يتيجوا هنا، لكن الهيل هيعرف يهرب بيها. كيو من بارالايز هيستول الاثنين ماشي على الهاي اتاك والفيرست بلاد لنصر اي سبورتس. ايه في 30 ثانيه انا ما لحقتش. كنت فاكر سلاسري هيهرب اكيد، بس بارالايز بادئ بالكيو بتاعته مش بادئ شيل فهيموت سلاسري. لعبة حلوة قوي، لعبة بذكاء. يعني انا ما توقعتش ان يعمل الدمج ده كله يعني، بس يعني راكان دخل على طول بالاجنايت ما فكرش يعني. ثقة. ثقة في نفسه وثقة في التيم ميت برضه. كان واثق ان الميميك هيبقى جاذب الدمج. يعني انا استغربت بصراحة، لكن دي نقطة لنصر بصراحة يعني. ما توقعتهاش خالص. نقطة هتتقال برضو ان الاثنين ايدي كاريز بادئين بدورنس شيل، مستغربها شوية من زاير كان لين، ما شوفش زاير بتروح دورنس شيل في الليندات كتير. مش عارف ميميك يمكن مقلق من فوق بتاع لولو ممكن، بس انا بشوفها اجريسيف جدا ما دام معاها راكان اصلا يعني. عموما يعني غير الفيرست بلاد والوضع هادي يعني، بس الجولد راح ناحيه نصر سبورتس يعني اللي احنا لسه في الاول. يعني هو بالظبط احنا لسه في الاول، الفيرست بلاد حلوه وكل حاجه وتعتبر سولو كيل في 2v2، بس مش هي دي اللي هتسنوبول الجيم بالذات. لولو كاج لين ده لين بيسكيل في الميد جيم، هي باور سبايك كبيره، احنا لسه ما شفناش حاجه. صح. سيون ونار يعني انا مش متوقع يعني انا شايف ان سيون مسيطر يعني، دي حاجه برضو مستغربه يعني. هو الراجل عمال بيبوش الويف جامد، الميزه مش ملحقه ف فعلا نقطه غريبه قوي، ان نقطه غريبه ان داكراي على زاك سايب الكلام ده يحصل. زاك عاده بيحب يجانك توب بلين، لكن رايز ممكن يكون في مشكله هنا، ميازما هتعمل له سلو. زاك موجود الاي من داكراي هيلاند الكيو والاوتو اتاك هيناك ادهم باك، ولكن كاسيوبيا مش قريبه كفايه عشان تساعد الزاك. وفي الاخر ولا اي حاجه تحصل من الجانك ادهم من غير ما يحرق فلاش ولا هيل. مكسب ادهم دلوقتي ناوي على بوت يجي قدام من مشعل، النوك اب هتمس على بارالايز. بارالايز عارف يهرب سيشواني بيكيل قدام بيلاند الدبليو السلو على كوجما، ولكن بارالايز على لولو بيعمل ده مش كتير جدا. سيشواني مضطر يرجع لورا خايف من زاك عشان موجود ادي داك راي الاي فوق الحيطه هيلاند الكيو اوتو اتاك كمان رجعه لورا الاجنايت عليها بارالايز ياخد الكل بالكيو. هي بقى مش هيكملوا للاسف على الاثنين التانيين،
في الاخر فراسكوز هياخدوا كلايه بعد 3 في 3 حلوه. اوه فلاش قدام من ادم الكلانز من سقه موجوده في وسط المينيون ويف هيعيش على 20 اتش بي ده ولا حاجه. رايز كان هيجيب سولو كيل ولكن سقه بالكلانز لحق نفسه ويل بلايد سقه ويل بلايد اكتر من ادهم. واضح ان رايز هو اللي عنده كيل بريشر في الليل دي. هو عموما مش ادهم اللي بيلعب يعني ده اكونت ادهم اه لكن مش ادهم اللي بيلعب يعني ادهم هو بيلعب بكلاون في التوب لين. طب ليه ليه بيعملوا كده فينا؟ مش عارف يعني انا متلخبط جدا. ادهم بيلعب توب لين وجانجل مش عارف مش جانجل اظن مش متري حاجه لكن فعلا اتلخبطت. لكن عموما ويل بلايد فعلا من ادهم يعني ويل بلايد من ادهم بس ميزه في مشكله دلوقتي 1 في 2 سيتويشن مضطر ينط فوق سجواني لكن استان هتلاند كده او كده ميزه له جدا معاه الفلاش بس ما اظنش هيحرقها. سجواني هتاخد الكيل بالريد سمايت ريد سمايت سجواني وماله جانك حلو صراحه على ميزه ميزه اول لما عمل بوش سجواني جات له لما اخذها في المؤخره ف يعني ما كانش يقدر يهرب حتى لو عمل فلاش ما كانش هيعيش. دي حقيقه عشان كده يعني كلها كانت مضمونه لكن تركز ماب هنا عامل فرق في الجيم يعني بص على المي ماب بص على الورد مفيش يعني مفيش ورد خالص الجانجل مش عارف يعمل ورد عشان مفيش تراكرز ناين مش فاهم لسه الناس بتتعود بقى على الميتا الجديده اصلا ادهم حلو قوي الستاب باك كده عشان يدوج الكاسيوبيا كيو سقه كان نفسه يجيب الكلاع ادهم لكن الرايز الت هينقذه واضح ان الميد لين دي عامله قلق يا بتسوقي شغاله حلو بصراحه الاثنين بيلعبوا حلو جدا مع بعض تحس ان مفيش واحد اقوى من الثاني ماشيين مع بعض في فارم شبه بالظبط برضو يعني الوضع حلو الوضع حلو قوي هو هنشوف بقى اللي هيجيب السولو كيل الاول هو اللي عرف يسيطر على اللين لكن لحد ما السولو كيل دي تجاب اللين هتفضل كده تروح يمين وشمال ال1 في 1s يعني هي ال ايه المسيطره او الهدف او المراد يعني لكن الفكره ان هم مش هياخدوا سولو كيل لازم جانجل يجي يساعد يعني لو كان دكراي او كان ميني تويستد لازم حد يجي يساعدهم ونقطه تقال ان ادهم معوش فلاش بس هو ميكو مش على داخلين اجريسيف تاني مش على هيمس النقب المره دي مضطر يرجع لورا ميكو بيلبس حبه دامج حلوين من اللولو بارالايز عامل قلق الصراحه اللولو ديت مش عارفين يوصلوا لستاسري كل مره مش على بنط عليه بارالايز بيسبيد اب الكوجمو فبيطلع بره النقب رينج بتاع راكان فبيعرف يهرب كل مره الصراحه حق اتقال بارالايز شابوه مش نزل برضو اي نعم هو كان خطا في الاول خدت في الكل الحق سجواني وزاك في الميد لين ادي الالت من زاك هينزل سجواني تحت التاور كاسيوبيا عمل فلاش عشان يهرب مين وايل في بوت لين ميمك داخل اجريسيف جدا على سلاسري بيمس اخر اثنين فادرز مش عارف يجيب الكل سقا لوحده في الريفر مفروض سجواني هتعرف تقتله هنا لكن سقا بيهيل من البويزن والاي مش هتبقى كفايه سجواني بمساعده رايز هيجيبوا الكل على سقا في الاخر وبكده تبقى ثالث كل في الجيم لفريق نصر اي سبورتس بي عاملين شغل زي ما قلت لك مفيش كيل هتروح سولو في الميد لين يعني اكيد كان محتاج جانجل والاثنين جانجلز كانوا موجودين يعني لكن الكيل في الاخر راحت لفريق نصر يعني كان نقدر نقول ان هم لعبوها احسن داكراي بيقيل دلوقتي على البوت لين كان نفسه يجيب النقب لكن مش هيعرف يوصل لهم ميمك ومشعل كايتنج لورا عرفوا يهربوا من الجانك بكل سهوله من غير ما يحرقوا سافنجرز مشعل لسه معاه فلاش اجنايت ميمك كان اوريدي استخدم فلاش هيل في التو في تو اللي فاتت واضح ان الزاير كان بوت لين مسيطرين جامد عكس ما انا توقعته بس يعني هنقول ايه والله عكس ما انا توقعت برضه يعني انت مش لوحدك بس لسه احنا لسه ما وصلناش حتى للميد جيم في الميد جيم هتفرق بالظبط هي في الميد جيم هتفرق زي ما انت بتقول بس يعني يعني لو كملت كده الوضع مش حلو يعني شو انا ما بشوفش دامج خالص من النار يعني ما بيعملش دامج خالص على تيول ايه ده الراجل اللي حرام بيحاول يا عم تحسسوش تحسسوش ان هو ملوش لازمه بيحاول والله اتنين دورنت رينج مش كفايه انه عمل الدامج
فكرة يعني هل هو هيجيب بلاك ليفر ولا هيجيب فروزن مالت؟ بس بص على الميني ماب، رايز متجه لتوب لين، ادي الالتي من البارن بيت، عايزين يعملوا الدايف على نار. سجواني مع الليفل 6 مع الالتي، فلاش لقدام من سجواني على ميزة، الستان هات لاند موجودة، ادهم بالدبليو وكيو هياخد الكل بعد. يعني الصراحة الحق يتقال ميزة مش عارف، الراجل صعبان عليا، الراجل ملوش ذنب، ملوش ذنب والله. نقدر نقول النصر هو اللي بيلعب احسن، النصر ماسك الماب من غير وردز وماسك الماب كويس. ريز وسجواني اللي شفناه في معظم الاماكن، حتى سجواني اللي واخد الدبل كيل في توب لين كان سجواني قتل مرة. اوه ميني تويستد يعني مؤثر جامد على الماب، على عكس ذا كراي اللي يعني شفناه جنك، بس جنكس ما جابتش نتيجة حق يتقل. سجواني قافش دلوقتي كاسيوبيا تاني عند الرابة، في المرة دي سقة بيحاول يكايت على قد ما يقدر، لكن ستان من سجواني بتعمل ده مش كتير جدا، سقة ستان تاني اكلانز هتطلعه، لكن بعد ايه رايز هياخد الكل دلوقتي. ده كراي وميزة بيحاولوا يجيبوا سجواني، لكن رايز موجود، ادم عايز ينقذ الجنجلر بتاعه، فلاش له قدام هيجيبه الباسف بتاع الزاك، الفلاش له قدام من سايرن باكن بيمس الالت، ميزة هندخل الحيطة عشان يهرب، لكن زاك هيموت ما فيهاش كلام، فعلا رايز هياخد الكل. سجواني لسه عايشه بعد كل ده، ميزه اخيرا هياخد الكل بكيو هي لورا بعد ايه اتنين من فريق فراس جاردز هيموتوا، لكن مقابل واحد بس من نصر اي سبورتس بي، ونصر اي سبورتس هم اللي كسبوا التريد 100%. النصر اي سبورتس لحد دلوقتي قاعدين بيكسبوا كل تريد في الجيم يا مورو، يعني حتى اللي فاتت دي انا استغربت الالتي من... اوه الالتي دبليو جوه من ركان على سلاسري هيجيبه الكيل على كوجما، بارالايز هو التارجت، لكن مشعل الالتي خلص مش هيعرف يجيب الشارم تحت التاور على اللولو، بارالايز عمل الالتي لكن شبه ما حسناش بيه، مشعل وميمك بيكملوا عايزين اكتر، ولكن بارالايز بيلعب بذكاء بيلعب بحذر، وجري بعيد وساب لهم التاور قال لهم خدوه مش عايزه المهم ما تاخدونيش. بس كده التو توريتس هيقعوا، البوت لين التوب والبوت مع بعض، يعني هو البوت مش هيقع قوي لكن التوب هو الاحتمال كبير يقع، الايام دي اي يعني جانك واحده من سجواني هيقع فيها التوب تاور او البوت، يعني ايا كان الاول. يعني ممكن برضو مش جانك، يعني انا حاسس ان سايون ممكن يجيبه سولو، يعني مش محتاج جانك الراجل. فروزن هارت خلصانه خلي بالك، يعني يعني فروزن هارت خلصانه مقابل فيتش فقط من نار، فرق كبير. عارف اقول ميزه يعني بصراحه ميزه تعبان عليا وانا كمان والله، راجل ملوش ذنب في الجيم ده، بس يعني هيعمل ايه؟ اتعمل له جانك حلو من سجواني، بعد كده اتعمل له 3 مان من نار من رايز وسجواني مع بعض، يعني مش عارف هو ملوش ذنب، بس هي دي الحياه بتاعت التوب لينر. انا دي حياه الاي دي سي، يعني هي بقت كتوب لينر حاجه جديده. الاي دي سي برضه عموما انا يعني فعلا انا متضايق قوي على حوارات رخ ناف ان هم لغوه ده، لكن سمعت ان الايتم الجديد اللي نازله في البي بي اي اللي اسمها داست فايندر دلوقتي بديل بديل للتراكر نايف، بتنزل واردز برضو وفي نفس الوقت فيها التشيلنج سمايل، يعني ده يعتبر فيرجن اقوى من التراكر نايف اللي تشات. بالظبط، لكن اللي مستغرب ان هم ما نزلوش، يعني هم بيقولوا الباتش الجاي، طب ليه ما نزلوش الباتش ده؟ لغوها معرفش. طيب ليه الباتش ده ادام هما ينزلوا حاجه ثانيه؟ مش عارف والله، يمكن اكيد عايزين يشوفوا الايفكتس بتاعه الايتمز الجديده بتاعه ميد الاول. بس ادي سيزواني بالالتي على كاسيوبيا، سقه معوش كلانز لوحده في وسط اتنين، هيفلاش ورا بالالتي هيستن الاثنين هيهرب سقه يا ابن اللعيبه، الكاسيوبيا بلاي 0 2 بس مش هيبقى 0 3 هيعيش المره دي، لكن الميد تاور ما اظنش ان هو هيعيش، ما اظنش هيعيش. الويف جايه وده كراي لسه قدامه فتره قبل ما يجي، فكده نقدر نقول الفيرست تاور هتروح لنصر وقدامهم التو تاورز الباقيين ممكن يتاخدوا، فنصر فتح بتفتح الماب على الاخر دلوقتي. ثانية واحدة انا اسف اللعبه علقت عندي، ولكن انا شايف حد بيتضرب تحت التاور ده، مين ده؟ زاك ده بتانك فاضل له 50 اتش بي، الربه فيها اللي تاخد الكيل. سجواني يا لهوي، زاك حاول يدافع عن التاور لوحده ولا ايه؟ ايه اللي حصل يا تسوقي؟ معلش اللعبه علقت عندي. زاك نط وسطهم عشان ناخد التوري عشان يدافع يعني، بس يعني سجواني حاول يهزر معاهم. سجواني واحد عملت له نوك وهو جاي في السكه، خلاص على كده في سوا. طيب يعني هو كان داخل يهزر واكتشف ان سجواني هزارها تقيل. السنير من ميمك حلوه قوي على كوجما وسلاسل، ممكن يبقى في خطر هنا، بارلايز معاه الالتي لسه ومعاهم سامنرز، بس قرار ما يحرقوهاش.
هيلعبوا سيف، هيستنوا سمر ساعتهم، هيستنوا اسف جانك قبل ما يخشوا في 2 في 2، مع العلم ان سلاسري مخلص الويتس اند فيرست ايتم بدل الريج بليد اللي بنشوفها عاده. مستغرب القرار ده شويه. دبليو شغاله من سلاسري داخل، والدامج على ميمك كبير قوي. الكوجما دبليو زائد اللولو اي البيكس بيعمل دامج جامد جدا. بص اوريدي ميمك ومش على الاثنين نزلوا نص الاتش بي من مجرد 4 اوتو اتاكس من كوجما الاثنين. يعني الموضوع صعب. مع الباف اللي جات الواتس ان دي بتعمل دامج عالي برضه، فبقت خيار كويس ان هم يبداوا بيه. ايه ده ايه ده، انت عملها باف؟ اه. اوه ثانيه واحده، سلاسري كان رايح ياخد البصه في التراي، لا سجواني في وشه فلاش لقدام عشان يجارنتي ستان، وهي ستان موجوده فعلا. ميمك حبه اوتو اتاكس هياخد الكيل. ده كراي كان موجود لكن مش هيخش، خلاص الاي دي كي بتاعه مات لا محاله. يعني مش عارف، سجواني عامله شغل في كل حته في الماب. ده كراي مش لاحق يظهر. ادي رايز موجود، السنير على زاك قبل ما يلحق ايه، لكن هياخد الاثنين بالالت، هينط فوق الحيطه، هيلاقي البطلين بتاعت نصري اي سبورتس مستنيه. راكان هياخد النوك اب، هياخد الكل. مين وايل في التوب لين، سايون هياخد التاور بتاع ميزا بعد عذاب، ويعني بعد كفاح طويل. بس التاور هيدروب بالتوب والتاور بوت هيدروب كده، الثلاثه اوتر تاورز هيقعوا لفروس جاردز. ونكس سيج بجول ليد 8000 في 15 دقيقة. 15 دقيقة يعني انت 8000 كده، ودريك احتمال كبير قوي الهيرالد. يعني الجيم بيتجه خلاص لفريق ناصر. يعني مفيش انا مش شايف اي حاجة ممكن تعملها فروس جاردز انها ترجع بالجيم، يعني لو فضلوا مكملين على كده. طب قول لي، لو انت دلوقتي في الشوت كولر بتاع ناصر اي سبورتس، ازاي تضمن دلوقتي ان الجيم ده ما يروحش منك؟ انا زي يعني هل تروح ريفت هيرلد ولا هتسيج ولا هتعمل ايه بالظبط؟ انا لو مكانهم دلوقتي هاخد ريفت، هحاول اخد اوبجكتيف على قد ما اقدر، لان لو فضلت مستني كتير. ثانيه واحده معلش لازم اقطعك عشان سجواني شكله هيتقفش تاني. سقه بيالت الاثنين، هجيب الدبل ستان فعلا، لكن فلاش لقدام من سايون عايز يضمن الكل. الاي من ده كراي هتعمل لوك اب للرايز، سقه بيحاول يكايت على قد ما يقدر، ولكن الكوميت هتاخد الكل لسايون. كاسيوبيا هيموت في الاخر. الدبليو من ادهم لكن مش هيكمل عليها، بارلايز موجود يدافع عن الجنجلر بتاعه. ومعلش هتسوق يكمل، كنت بتقول ايه؟ هتعمل ايه عشان تكسب؟ خلاص عشان اظن هما بيعملوا اللي انت كنت هتقوله بالظبط. يعني هما لو هياخدوا الريفت وبدا يبص بسرعه، يعني هما مش عايزين كوجمو يتفيد او يوصل حتى للليت جيم. يعني فيبداوا يفايتوا على قد ما يقدروا دلوقتي، يبداوا ياخدوا تولتس على قد ما يقدروا اوبجكتيف بتاعتهم. ده هيبقى اسرع طريقه ان هم يضمنوا الفوز. يعني انت شايف لو الموضوع وصل للميد جيم، قول كمان 10 دقايق ربع ساعه، هل هيكون في فرصه لفراس جارد ساعتها بعد ما كاسيوبيا يكون معاها ايتمز وكوجما يكون معاها ايتمز؟ بالظبط. يعني هيعملوا دمج كبير جدا، وكفايه لولو هتعمله بيل. مجرد ما هيروح نار لباتانكي وزاك تانكي برضو، مش هيحتاجوا دمج في التيم خالص غير من كوجما. هيزعلهم جامد، فعشان كده المفروض ما يخليش الجيم يوصل للليت جيم اصلا، هما يقدروا يخلصوا الجيم. صح انا معاك في النقطه دي. يعني الجيم شبه محطوط على تايمر. فراسكولز بيحاولوا يعملوا اي بلاي، هنا كانوا عاملين 3 مان ستاك في البراش، لكن سايون التي يخوفهم كلهم. الزاك اتعمل له ستان لكن بالالتي بتاعه كانت بي ديسيبل، هيعرف يهرب في الاخر. الناس ممكن تقول ده فيل، ولكن هو هرب بالالتي بتاعه وده مهم. وبوز للمره الثانيه في الجيم، ولكن كويس ان البوز جه في وقته عشان فرصه ناخد نفس كده ونتكلم على اللي بيحصل قدامنا. الجيم بيمشي بسرعه جدا يا تسوقي ولا ايه؟ او بسرعه جدا، بحيث هو زي ما قلت لك ناصر عايز يخلص الجيم، بيدور على اي تيم فايت يدخل فيه، يعني مش مستنيين دي فرصتهم ان هم يكسبوا، وهيعملوا كده. طب يعني ايه اللي حصل؟ ازاي الجيم سنوبولد بسرعه كده؟ هل سجواني هي السبب ان الجيم سنوبولد كده، ولا اللينز برضو بتاعت فريق نصر اي سبورتس برضو اللينز؟ يعني بوت لين جابوا كل لوحدهم، سايون جاب كل لوحده برضو. هل هو سجواني ولا هل هو الفريق ككل، ولا ايه بالظبط السنوبول السريع؟ طب هقول لك على حاجه. يعني في البوت لين انت كان عندك زايا وراكان عملوا حاجه حلوه جدا وخدوا فيرست بلاد في الاول، دي كانت مديالها ليد عالي، لكن من غير سجواني ما كانش هيقدر الميد لين ياخد كل او يكسب على سقه، ما كانش هيقدر التوب. سيون كان عامل شغل حلو في التوب لين وزنق ميزه، لكن ما كانش هيقدر يقتله، فده اللي فرق. سيجواني فعلا قدر يفرق في التوب وفي الميد لين. البوت ما كانش فارق معاهم خالص، لكن سيجواني بصراحه هي السبب الاساسي مع نصر.
البوز خلص الحمد لله، وهنرجع للجيم. كوجما لوحده كده عند التوب لين، انت اول ادي سجواني التي من اخر الدنيا، هيلاند ستان ميميك هياخد الكل. ايه فيدرز ميس بوزيشن غريب جدا من سلاسري الصراحه، حق يتقال يعني. نصر اي سبورتس بي هيستغلوا النقطه دي، الريفت هيرلد اهو موجود من سجواني، هيجيبوا التوب لين تاور اهو كده، جابوا كل الانر تاورز الاوتر تاورز اسف في التوب لين. تكراي كان بيتشارج الاي لكن هيكنسل على طول، التي من رايز هيخوف فريق فرانس كواتس كلهم. بص رجعوا لورا ازاي، ادي الريفت هيرلد بيوجع. ده كراي بالاي هداخل على سجواني، مش ده التارجت هم عايزينه. مين ولا الميزه بتلبس دامج كتير جدا من الزايا، حلو قوي اللوك اب من مشعل، هيتجروا الباسيف بتاع زاك وفعلا بيضربوا فيه تي بي من ميزه، ينقذ بيه الجانجلر بتاعه. النوك اب من سايون هتمس زاك، لكن هتجيب كاسيوبيا سقه، مضطر يفلاش لورا. الالتي من سايون داخلين على كوفما تاني، حرام الراجل لسه راجع من البيس. ده كراي دخل لجوه، هيتفرقع على طول من رايز، ادي مشعل داخل لجوه تاني، دبل كل رايز. خلاص نصري اي سبورتس بي عايزين يأندوا الجيم، الريفت هيرلد لسه عايش، الانهبيتر هيقع، والتارجت الجاي هو النكسس تاور. في 20 دقيقة قدر نصر انه ياخد نكسس، لكن هم داخلين على نكسس اظن هم يقدروا يكسبوا يعني، 3 ميتين 10 ثواني عشان ينزل اول واحد، فما فيش غير نار ولولو ما يقدروش يديفنسوا، لكن الريفت خلص ودي مشكلة. ممكن يباكوا ويبداوا بقى يسجلوا الاوبجيكتيفز الجاية. بيلعبوها سيف، بيلعبوها سيف. تغير في الاحداث بطريقة كبير جدا، تغير كبير قوي يعني. انت اللي قلت لازم يسنو بولو، سمعوا الكلام. الفكرة ان فروست ما اداهم الفرصة، فروست جاردز خلاص عارفين ان هم خسروا اللي، خلاص بقى يرجعوا شوية يبدأوا يديفنسوا، ما يعملوش اي فايتس، ما يدلهمش فرصة ان هم يدخلوا فايتس، لكن ما خدوش بالهم، مس كوميونيكيشن بقى مش عارف. يمكن فروست جاردز برضو هو اول جيم ليهم، مش مسخنين، مش جاهزين، اصل ده برضو مش مستواهم العادي. هو فريق صح؟ كبير ما يعني دي الفكره، مش ده اللي احنا متعودين خالص، انا عشان كده مستغرب يعني. على العموم لسه عندهم جيم 2 ويعني ممكن برضو جيم 3 يتحسنوا فيه. يمكن لو انت وصلت للمرحله ديت كفراس جاردز ممكن تبدا تفكر في الجيم اللي بعديه، خلاص عملت ايه غلط الجيم دوت، ازاي تحسن من الدرافت. عشان الحقيقة يتقال هم بوت لين وتوب لينتين خسروا لوحدهم، فيمكن كان في مشاكل في الدرافت كان ممكن ده يتعمل احسن من كده شويه، لكن هو ده هي فعلا. لكن ممكن نقول غلطات السولو بلايرز جوه الجيم هي اللي فرقت يعني، البوت لين هو اللي غلط في الاول، فده ده هم اللي دي الاولى يعني، وفي نفس الوقت التوب كان شغال كويس، لكن سجوان هي اللي فرقت في التوب ليه ممكن. ويعني في الميد لين برضه الحق يتقال كانوا شغالين حلو جدا إيه؟ يعني كنا بنقول ايفن لحد ما الدبل جانجلرز جه سقى حرام. اوه قفش رايز تحت التاور، ادي الالتي موجود، لكن بقيت فريق رايز كلهم موجودين. نصر اي سبورتس هياخد الكل على سقى بعد صراحه مس بوزيشن، قفش من الرايز التي حبه بانيك، ادي الالتي من سايون داخل على كوجما وسلاسري بيفلاش بعيد عن فريقه، لكن بارلايز موجود يبيل الاي دي كاري بتاعه، فلاش لقدام من رايز عايزين الكل قوي. ده كراي بيخش جوه، الالتي من ميزه هيثبتهم في النكسس، لكن مش على داخل على الباك لاين هيجيب الاثنين. زاك بالالتي بيحاول يقربهم من الفانت لحد ما يقدر، سلاسري جاب واحد بيفكر يجيب اللي بعديه، لكن الالتي من سجواني هيثبته مكانه. بارلايز لسه موجود، بي بي للكوجما بتاعه، الكيو من سايون، اوه الدمج من ميميك، دبل كل ميميك جاب الاثنين يا ابن اللعيبه. ازاي يا التي الفيذرز عامله شغل، خلاص تاني نكسس تاور هيقع، النكسس هو التارجت اللي بعديه. نصر اي سبورتس بي في 22 دقيقة يعني، اوه لسه ما خلصوش، داخلين على نار برضو، وماله وماله يا جماعة زي ما انتوا عايزين. خلاص النكسس فاضل لها 3 هيتس، ميميك هياخد ال 50 جولد بتوع النكسس. نصر اي سبورتس بي في 22 دقيقة عرفوا يغلبوا فراس كاردز بطل اليوان اي والاكس جيمرز لاونج سامر ولا وينتر كاب مش عارف ايه، وينر من سنة مش عارف كام. لا بس انا متوقعش ان الجيم يخلص كده 18 3 نصر بيز قدام فروست جارد، يعني ايه ده، في حاجه غريبه يعني، انت 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 معايا ازاي يعني؟ انا مش عارف، انا مش فاهم ايه اللي حصل لحد دلوقتي، مش فاهم ازاي يعني. الحق يتقال يعني، معلش يا جماعه لو حد بيتفرج فان وكده، احنا كاسترز بس في الاول وفي الاخر يعني لو حد غلط احنا لازم نقول ان هو غلط صح بالظبط يعني. والحقيقة يتقال مش ده فراس جاتز اللي احنا كنا عايزين نتفرج عليه النهارده.
لازم نشوف الجريف. طيب الدمج جريف على زايا. مين عامل اكتر دمج؟ بص على زايا. زايا حاجة مش طبيعية. انا ما اقدرش ابص عشان الكلاينت عندي قال لي لا. وانا الكلاينت لما يقول لي لا ما اقدرش اقول له يعني قول لي انت. زايا عاملة دمج 16,500 دمج، تخيل. أوه. اللي هو اكبر دمج من فريق فروست جارد كان نار 8 النص. يعني دمج ما كانش طبيعي. ممكن كوجمو اللي هو المفروض الكاري بتاعهم عامل دمج اقل من نار ب 100 يعني. ففعلا نقدر نقول ان خلاص نصر كانوا مسيطرين على الجيم بطريقه بشعه. الدمج بيبين كده يعني، الدمج قدامنا كده بيبين. حتى دلولو يعني لولو عامله دمج اكتر من زاك وقريب من كاس يعني. العائد البارالايز يعتبر في رأي يعني الوحيد او من القليلين جدا من فراس جارز اللي لعب حلو الجيم ده. مرة انت ايه رأيك؟ انا معاك يعني مش عارف. انت دلوقتي لو انت الكوتش، قول انت الكوتش او الان جيم ليدر بتاع فريق فراس جارز، تمام؟ ايه الخطة بتاعتك للجيم اللي جاي؟ يعني ازاي تتخلي لعيبتك تنسى اللي حصل وتركز في الجيم اللي بعديه، وتعمل ايه في الجيم اللي جاي في رأيك اللي لازم يتعمل؟ احنا هما دلوقتي لعبوا ان هما بيلعبوا على الليت جيم او الميد جيم والموضوع فشل عشان الجنجلر. طب احنا ممكن نخلي الجنجلر هو دكراي يلعب بحاجة اجريسيف، مش لازم تانكي، يلعب بحاجة دامج عالي مثلا زي كميل. هو كان بيلعب بكميل حلو، او حد بيعمل دامج اين كان. ايفلين في دلوقتي بتعمل لها باف، ايليتس لسه موجودة. فممكن يلعب اجريسيف، وممكن ميزة يروح فول تانك عشان سيون، عشان يقدر يعمل فول تانك بحاجة بتوف كتير عالي. صح صح صح، حلوة الحلوة الفكرة دي. هو كده يعني early game jungler، early game jungler لدكراي وتانك لميزة. بالظبط. وسقة بصراحة سقة كان عامل شغل حلو، فدي حقه يلعب بأي حاجة. هو بيلعب بمعظم الشامب حلو، الشامب بولز بتاعته كبيرة جدا، شامب بيو. بالنسبه بقى البوت لين لازم بقى نفوق شويه يعني. انت فاكر فاكر البانز اللي حصلت على الميد لين في الجيم ده؟ كان كتير يعني، في تركيز، في تركيز ابن كلب على الميد لين. بس ساقه كان عامل شغل حلو يعني، دي الفكره. يعني عملوا بانز ان هو برغم كل البانز ديت برضو يعني كان مادي لحد ما. بالظبط. بس الحقيقه اتقال مس بوزيشن هنا وهناك يعني. كان هو الراجل ميت 5 ولا 6 مرات يعني، كان في 3 منهم كده ما كانش ليهم لازمه خالص يعني. يعني عموما لكن المفروض بقى هما كلعيبه لازم تستفيد من الجيم ده بقى. هي دي الفكره. صح صح. يعني بعد الجيم دوت انت تتعلم منه يا جماعه، خلاص نركز في الجيم اللي جاي. نركز في الجيم الجاي يعني. المينتاليتي يعني، انت قول انت لما تلعب سولو كيو وتخسر الجيم ازاي انت نفسك يا تسوقي، ازاي بتطلع من التلت لما بتلت في سولو كيو؟ مشكلة بصراحة. بس يعني بشرب مثلا حاجة، افوق دماغي بحاجة تانية بحيث ان هو انسى ان انا خسرت. لان طول ما في دماغي ان انا خسرت. لا صاحبي عيب. لا 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 السبونسرز اوعى. عموما لا لازم افوق. بس هما ما عندهمش اوبشن يقوموا يعني. هو فيه يعني معهم مثلا دقيقتين يجدد مخ، بس يجدد يفوق. فهمت افكرت قصدك يعني يقوم ينزل. لا 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 مش دلوقتي. يتمشى في الشارع ولا حاجه. لا ودلوقتي بقى في كوتش الفريقين يعني، كل واحد عندهم كوتش. ده بقى دي مهمته خلاص بقى. سيبكم بقى من الجيم اللي فات، ركزوا في الجيم اللي جاي، انسوا ان الجيم اصلا حصل، ونبدا بقى نشوف اخطائنا. لا احنا عملنا كذا، لا مش هنعمل، عملنا كده مش هنعمل كده. صح. هو يعني هم في 5 افراد لعبوا الجيم، ممكن يبقوا تلتد، لكن في سادس قاعد بره بيتفرج اللي هو الكوتش. هو الراجل ده المفروض مش تلتد، اتمنى ان هو ما يكونش تلتد. ما ينفعش. هو عنده نظره محايده للموضوع. صح. يعني ده فريقه بيخسر قدامه، لازم يدي بقى نظرته يعني، يدي الكلام اللي هو اللي هيفوق فريقه، اللي هيكسبه الجيم الجاي يعني. ده مهمه الكوتش. مهمه الكوتش مش مجرد درافت فيز يعني. بالظبط معاك حق صراحة في النقطة دي. بس انا عايز برضو اقول حاجة زيادة ادهم على يعني
اوف ميتا بيك السايون لكن هي مش اوف ميتا قوي يعني، هي بتتلعب فيها في السولو لكن مش في مش في تيم، ده ما شفتهاش في تيم، او حتى لو شفتها في تيم شوف يلعب بافتر شوك او جراسب، لكن هو بيلعب باركن كوميت حاجه اجريسيف حلوه بصراحه منه. بنشوفها كتير الكوميت يعني على حاجات زي السايون زي دلوقتي، بس الكميل برضو بتران كوميت مال فايت عشان برضو تبوك في اللين المال فايت صح. يعني في واضح ان هي التوب لينرز كتير جدا بيحبوا البوكينج بوتنشال بتاع الكوميت. بتبقى كويس. انا لعبت بمال فايت شويه، كنت بلعب على طول باركن كوميت يعني، انا كنت برخم على كل اللي قدامي يعني، كل ما تيجي كل ما كل داون بتاعي تعمله ريفريش اروح مدي كيو خلاص على كده دامج اوفر دامج، فالموضوع كان مزعج فعلا بالذات ان انا ببقى بلعب فول تانك يعني. انت فول تانك بس الكوميت دامج، انا متاكد لو كنا ركزنا في الدامج شورت الجيم اللي فات هنلاقي الكوميت دامج بتاع صيان كبير كتير. خد بيها كل لو تفتكر. جاب بيها كده انا فاكر. ايوه لا 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 يعني مش عارف الصراحه، بس الحقيقه هي كمين كانت باند، ما كانتش باند صح؟ ما اظنش ان هي كانت باند. كميل لا مش فاكر بصراحة. ما اظنش ان هي كانت باند، وما حدش من الفرقتين قرر ياخدها. يعني مستغربها قوي، مش قوي يعني، مستغربها شويه يعني. هي ويلترستانا الاثنين مع انهم ناس كلها بتقول ان الاثنين دول ماتا، والعكس احنا شفنا تريستانا بتبيك في كل الجيمات، جم على الجيم دوت وفيرست بيك اخدوا سجواني، بعد كده التانيين اخدوا زاراكان، اسف اخدوا لولو كوجما، وبعد كده فريق نصر اي سبورتس اخد زاراكان. يعني على قد ما مش على اللعب حلو على الراكان بيك، وكان اجريسيف في اللين، انا كنت بحبه بصراحة. ما كان، لا كان حلو جدا في اللين بس ما كانش بيروم. يعني مش عارف انت ما كانش محتاج ان هو الراكان يروم يعني، انت شايف ان هو ما كانش محتاج يروم ما كانش محتاج. يعني، الجانجل بتاعه كان عامل يعني اقول لك ايه، كان شغال الله ينور، كان بيعمل كل حاجة، كان هتلاقيه قاعد في جامد الكول جدا. اصلا عمال بيشجع الجانجر بتاعه وهو واقف في اللين. الله يحيى. بيديله مورال سبورت من بعيد كده، اللي هو جدع نايس كيو. بس الحاجة الحلوة ان هو ما خلاش برايز بيحب يطلع يروم كتير، وما خلاش ان هو يروم، دي حاجة حلوة، برايز كان قاعد في اللين ما بيتحركش. ما كانش يقدر يسيب الكوجما بتاعه ده وبارالايز واقف، كوجما مات، ما بالك لو مشي وسابه، دي تبقى مصيبة. يعني وان جانك من اسأل احكي لي رأيك بنصر بيه. ايه رأينا في نصر بيه تسوي؟ لا حلو، انا متوقع، انا يعني لما بيقول نصر ايه ونصر بي اتوقع ان يكون الفرق بين الاثنين فرق كبير يعني، تخيل فريق ايه وفريق بي معروفه ايه اكبر من اقوى من بي، لكن انا يعني اللي انا شفته ان بي بيلعب حلو جدا يعني فعلا، اوقات انا بشوفه بيلعب احلى من بي، الكوميونيكيشن بتاعته حلوه جدا، الكل لاعب بيلعب بالشامبيون حلو يعني، فاهم الشامبيون قوي قوي قوي، فدي يعني غريبه ان انت تلاقي فريق بي يعني او يعني يكاد يفوق. ايه هل لو لعبوا بعض هنشوف بي بيكسب فوق ايه؟ ده اللي مستني اشوفه بقى، انا مستني الجيم بتاع اي او بي. هيبقى جيم سخن. انا مستني برضه اشوف وان جانك مان هيكون بيشجع مين فيها، هو الراجل المانجر بتاع الفرقتين. اكيد هيشجع اللي يكسب يعني، لو هتخسر هتطلع على بي، هتكسب هتطلع على ايه، واحد خلي بالكم من مكانه يعني. لكن لا هو الفريقين بيأدوا حلو جدا يعني، انا فرحان حتى ان يكون في فريقين تبع باسم واحد وبيلعبوا حلو يعني، دي حاجة قليلة. ويت من توان جانك مان شرح لي حاجه واضح انا كنت فاهمها غلط، او احنا كلنا كنا فاهمينها غلط. ايه بقى؟ A and B are sister teams، بس A مش المين تيم ولا B المين تيم، هما يعني امال زي ايه؟ بعض من اللي انا فاهمه، هما زي بعض في نفس المستوى، طب وبس ايه اسم الفرق فقط يعني؟ A و B، يعني يعني B مش مثلا اقل من A يعني يعني. وان جان كمان اللي هو اللي هيختار يعني، ليه اختار ايه ان هو يلعب على طول ان هو ينفايتد، وليه بي دخل في التصفيات من الاول يعني؟ لا ما هما كان عندهم الاوبشنز ان هما يعني ما
يعني مدام فاهمه الانفيتيشن بصراحة مش هشخ يعني مش عايز اشخ يعني اللي انا فاهمه الانفيتيشن يعني كانت للبلايرز دول اللي هم في ايه بس وان جانك مان قال طب ليه ما انا عندي بلايرز تانيين كويسة فيعني why not make a second team نصر إيسبورتس بي كان ممكن يسميه اسم تاني بس هو I think ديك حركة احسن يعني لو انت عايز تركز على ماركتينج للأورجنايزيشن بتاعتك كده اسم نصر إيسبورتس اسم كبير اللي هو ايه ده عندهم فرقتين من التوب 8 في الميدل ايست فباين عليهم يعني اسم كبير اسم تقيل ده حقيقة انت عندك حق في الحتة دي يعني لو جيت فكرنا فيها فعلا انت عندك حق ايه ده وانا شايف سقة رفع دي مين دي سقة كابتن سقة انت عشمال كابتشي ماشي عموما يا ريت بس ما نشوفش بوز اول ما ندخل عشان الموضوع بدأ بيأثر في نفسيتي اول من البوز يا سيدي ايه المفاجأة يعني تفوت كنت عودت اتعودت والله بس يعني رجعت بقى فرحت لما ما لقيتش بوز في الجيم بتاع الاسبوع اللي فات وصوم انا احب اقول لك احب اقول لك ان احنا لو دخلنا جيم من غير بوز ده بادلك بادلك 10 سنين قدام ممكن لو جيم من غير لا بوز لا ممكن اللعبه تفصل اصلا يعني الليج نفسها تروح فاصله سيرفرز داون ناو مين اللي داون السيرفر سيرفر مين شكلك مش مركز امورو عموما امورو ايه توقعاتك في الماتش ده توقعاتي الجيم هيبقى اقرب من ثانية واحدة توقعاتي ان شاء الله الجيم هيبقى اقرب من جيم 1 بس المومنتم الدفعة يعني المينتاليتي كلها في ناحية نصر اي سبورتس بي يعني هم اللي كسبانين الجيم اللي فات هم اللي عندهم الثقة هم اللي عندهم الحماس وكذا يعني الناحية التانية فراس جاردز لسه طالعين من ماتش خسارة فهم يعني اظن الحالة المعنوية عندهم دلوقتي مش كبار واوريدي شفنا نصر اي سبورتس كسبوا اللينز سولو في بوت لين فبارالايز وسلاسري في الجيم اللي جاي هيخشوا هما مقلقين هيخشوا هما مش بيلعب كده وهو مستريح لا هيخش مقلق ايه ده هيخش عليا لا اوعى مش عارف ايه كده ممكن يدي دفع يعني. ممكن يدي دفع لبارالايز وسلاسري يعني الاثنين انت عارف ان ما اظنش خساره هتاثر فيهم قوي ولا ايه يعني هو فكره هما ناس تقيله الناس لعبت قبل كده كتير صح يعني المفروض يكونوا متعودين على الكلام ده يعني مش يعني مش فريق واحد لعبوا فرق كتيره وبرلايز وسليزر على طول بيلعبوا مع بعض فعارفين دماغ بعض شايف ريدي في الشات شكلنا نخش جيم 2 على طول ولا ايه فيورز اوريدي واحنا كمان الله يسيكم انتوا مش ريدي لوحدكم لكن لسه في يلعبوا بوت ماشي انا ما عنديش مانع ممثلين مين اخر لاعب دلوقتي ناقص هو جانجلر جانجلر لا جانجلر موجود ميني تويستد موجود ادهم وميشيل في مين اخر واحد اللي ناقص ميمك ايدي كاري لا محتاجين ايدي كاري بوت مين الاونر ادهم محتاجين ايدي كاري بوت يا ادهم طب ايه طيب هو فين اهو ميمك جه الحمد لله نقدر نبدا ان شاء الله هنبدا انا شايف حد كان عايز يخش الروم بس مش هيعرف روم هاز ريتشد ماكسيمم كاباسيتي انلوكي انلوكي جو اون ليبريتور بيقول في تويتش شات والله نفسنا استنين بس كونفيرميشن من الفريقين ان كله ردي وان شاء الله هنكمل تويتشات ساكتين ليه يا جماعه مش عاجبكم الجيم 1 ولا ايه مش عاجبكم الفرقتين ولا ايه يا جماعه فيها مش عاويه تويتشات انه يفضل ساكت مش عارف حاجه غريب عموما التيمز عندنا ريدي ولا ايه لا في واحد طلع تاني يعني هم قاعدين بيغيروا كتير اظن حد كان في الناحية غلط فلازم واحد كان يطلع بره ويخش تاني
كلام تقيل كلام. بس حلو ان يعني هنخلص الجيمز بدري. ليتس فلاي كده. داخل غلط ده ولا ايه؟ هلا ستارك سايفر نصر از باد. نو ذي ار نوت يا وحش، ذي ار نوت باد. اوكي هو التيمز ريدي دلوقتي. طيب هتتوقع نفس بيكس مثلا على زاورا كان تاني؟ انا بص انا متوقع نفس البانز اول ثلاثة بانز ده 100%. ماشي اصل المره دي ليه فراس جارد هم اللي لعبوا سايد بالظبط، فهم اللي يبقى عندهم الاوبشن يفرست بيك. ماشي يعني وطبعا انت قلت ان انت بتفضل ان الجانجلر بتاعهم ياخد حاجه اجريسيف شويه في الايرلي، ولكن سيجواني الجانكين بوتنشال بتاعها في الايرلي حلو جدا بالظبط. مش كده برضو؟ معاك طبعا. هل هي تبقى فكرة وحشة أو فكرة حلوة إن هم ياخدوا سجواني فيرست بيك؟ بصراحة هو سجواني يعني بكو جايبانه، يعني ممكن يعمل له بان ويريح دماغه، فكده هيخلي مثلا داكراي، هو داكراي فيرست بيك زي ما انت شايف، يعني هو عايز ياخد جنجل فيرست بيك، يعني هيبيك سجواني، يعني لو اتعمل له بان هياخد حاجة اجريسيف، يعني على رأيي ان هو مثلا ياخد حاجة زي كميل. هو كان بيلعب بيها حلو، فليه بقى ليه ما يكملش؟ شيفانا نعم حصل لها نيرف، لكن هو كان بيلعب بيها حلو برضه، ممكن يكمل النيرف مش شديد قوي، والله فمش مع عارف. ربنا الصراحة. وورويك لسه في اوبشن، في حاجات حلوه كده. وورويك برضو يا شفناهوش كتير، احنا شفنا وورويك اصلا في اي من الجيمات ما اظنش شفناه. احنا شفناه خالص ولا ايه؟ شفناه شفناه. مرتين. مرتين في يعني في نفس وهل في السيزون. عرف في كاريا على اثر جامد على الماتش؟ اثر، بس انا مش فاكر كان مين، كان نصر او فريق جيكرز حاجه زي كده، لكن انا فاكر ان هو كسب الجيمين. يعني ناخد بص كده على التويتش شات، حد كان بيسأل مين كسب اول ماتش. نصر اي سبورتس، ما هم مش كسبوا الماتش، هم دومينيتد إيه. مش 18 عايز 2 اشتم. هم يعني كده في 22 دقيقة عرفوا يعني يدومينيتوا زي على رأي تسوي. نصر اي سبورتس بيت النتيجة دلوقتي 1-0. عبودي بيقول good seeing an Arab e-sport platform. Thank you عبودي. We appreciate the support. اي سبورت نقدر ناخده. لو تقدر تشير الستريم او البطولة، احنا دايما بنعمل بطولات بالذات في العالم العربي مش في مصر وبس. فلو انت واصحابك برضه عايزين تخش معانا سهلا. دي حاجة حلوة بصراحة. لكن عموما يا مورو، خليني اسألك كده سؤال منطقي، يعني باتش لسه نازل 8.4، ايه رأيك؟ ايه رأيك في اللي حصل عموما، في كل الهري اللي حصل ده؟ بس انا رايي مش محايد، وانا اقول لك رايي مش محايد. انا اصل انا بلعب ميد، ماشي. وانا بحب الحاجات اللي بتجيب لاست شابتر. لا بقى يعني ده مش محايد خالص، يعني فعلا لا مش محايد خالص. هو مش محايد خالص. انا عاوز اقول لك ولا يعني كده واحد انا بحب اتفضل سلام. لا 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 قول، بس قول عشان اقضي لك معاناتي لا لا لما لا اخلص. انا بحب حاجات زي اوريانا، بحب حاجات زي سندرا وكده، اللي بيجيب لاست شابتر في الايرلي جيم اللي هو ليفل 5 او ليفل 6 اريكو، اللي اجيب اللاست شابتر بتاعي وخلاص بقى اقعد اشوف الويف براحتي من غير ما افكر. كنت اللاست شابتر بقى اغلى، المراد اتغير تماما. الاي بي اللي هيجي من اول ايتم اشتريه باللاست شابتر مش هيبقى كتير، مش زي مورالو زمان مش 80 كده مره واحده، لا هتاخد وقت زي مثلا التيم بتاخد وقت على ما تستاك. الموضوع مش عارف، انا مش عاجبني الوضع، ولكن في ناس كتير جدا عاجبها. انت ايه رايك في الباتش؟ بص انا كمين اي دي سي انا اتظلمت في الباتش ده. انا هتنفخ من اي ليه؟ الاي بي هيون شوتني، يعني تخيل انا واحد مين اي دي سي، يعني كده كده احس ان الاي بي هيشوتني. وفي في انت مين اي دي سي، انت هيتعمل لك وان شوت كده او كده، يعني انت طيب مفيش حاجه اتغيرت بالنسبه لك. دلوقتي يعني انا مين اي دي سي وفي نفس الوقت بجانجل في الـ في الـ في اسمه ايه في السولو بليسن، هحط وردات هعمل دلوقتي الكومبو ازاي؟ يعني مفيش وردز، هعمل ايه؟ موضوع كونفيوز ده قوي. يعني بس الحق يتقال، هم بدل ما هيتعمل لك وان شوت في الدقيقه 15 هيتعمل لك دلوقتي في الدقيقه 20 لا عشان الايتمز تاخد وقت على ما تستاك. فرقت فانت عندك 5 دقائق زياده كده تعيشهم يعني قبل ما افرح خد لك حبه فارم، حبه يعني تلحق تشتري لك مش عارف
بي اف زياده كده. انا عموما مش هسالك في حاجه تانية، انا مش هسالك في اي حاجه تانية عشان طلعت انت عيل رخم، عيل مش محايد نهائي وهتكرهني في الحياه الاي دي سي. انت اصلا كنت بتحب حياه الاي دي سي؟ لا بس يعني انا مضطر العبها، يعني انا هعمل ايه؟ مضطر يا مورو ابني، مش عارف انت مش لوحدك، بس انت مش معايا. انا مش معاك بس انت مش لوحدك عموما يعني. سؤال حاجه ثانيه واحده، كنت بظبط الشات عشان في حد عمال بيسبام في الشات. الفكره ان الاي بي تشامبيونز اللي بمانا زي اوريانا وازير والكلام ده كله، ده يعتبر نرف كبير، بس الشامبيونز اللي من غير مانا كاتارينا وفلاد واكالي وكانن، ده باف رهيب بالتوين شادوز، هيعمل لك سلو من بعيد جدا، هيعرف يقرب لك مجرد عشان الموفمنت سبيد من الايتم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي بيديك بلس 100 اي بي دوت، تديله برضه موفمنت سبيد، هيتعمل لك سلو وهو هياخد موفمنت سبيد، تروح منه فين؟ تخيل يا مورو انسان قبل ما يعني اوريانا تاكتف الايتم دي بعدها تضرب الت كيو دبليو او الت دبليو كيو، يعني انا هقول لك التيم كله هتمسح، مش الاي دي سي يعني، مش لازم تختار الرول ده تعمله مين، شوف لك حاجه تانية العب لك، مش عارف. انا برضو كان في فتره كنت بحب العب اي دي كاري على اخر سيزون، بعد فاكر طبعا ايام الاردن سنسر ماتا ومش عارف ايه، وبعدها اتعمل لها نيرف، بس كان لسه في ايدي كاريز جامده زي تويتش وزايا وتريستانا كان لسه مسيطره على الميتا، كان ساعتها كان الرول فن، لكن دلوقتي الرول مش لذيذ ابدا، وانا يعني صعبان عليا اي حد بيميل اي دي سي. انت ليه بتعمل كده في نفسك كده؟ والله يا صاحبي الروت دايموند صعب بقى، ف والله كرهت الاي دي سي، بس ما تفكرنيش بالايام اللي لازم مضت، عشان كده كنت بلعب جانجل بليسن وهو تعمل له نيرف كمان، وبقت الحياه صعبه و... بس خلاص خلاص يا مور انا تعبت. طب قبل ما تسوق يعيط رادي من الفرقتين، وان شاء الله هنبدا جيم 2 يا جماعه اللي لسه داخل السيم دلوقتي، النتيجه دلوقتي 1-0 لفريق نصر اي سبورتس بي، هم اللي هيبقوا على ايدكم يمين المره دي، هم اللي هيبقوا ريد سايد، وعلى ايدكم الشمال فروست جارد بينجوينز بعد خساره يعني تقيلة هيحاولوا يعملوا الكامباك الريفرس سويب من 0-1 ل 2-1، يا ريت انا هنشوف هيعملوا ايه. عايز انا محتاج انا مستني، والناس اللي على تويتش يا جماعه اكتبوا لنا ارائكم، اكتبوا لنا مثلا عايزين تعملوا ايه، يعني قولوا لنا قصدك ايه عايزين، يعني مثلا يقولوا لنا مثلا لو انت مكان اف جي بي يعني هتلعب بمين، بدل ما العب مثلا بلعب في بلولو في السبورت هلعب بمين، يعني شاركونا وجهات نظركم يعني. صح صح صح، هو متاكد هنسمع مليون وجهه نظر من تويتشات. فكره الحلاوه في تويتشات، انت ما تعرفش انت بتكلم واحد في سيلفر فور ولا بتكلم واحد تشالنجر كوتش بتاع فيناتيك، فانت ممكن تسمع سترات تسمعها تقول ايه ده، دي وحشه قوي، دي غبيه جدا، بس تبقى اكشلي هي دي الاسترات اللي هتكسبهم الجيم. يعني تعتمد على خبرتك بقى. منتظرين الرادي من فراس جارد بينجوينز ونخش يا رب. يعني مؤخرين جدا يا جماعه، يعني مش هينفع كده، يعني عيب، احنا مستنيينكم بقى فتره. عبودي بيقول نفسي اطلع دايموند. ماشي عبودي بيقول نفسه يطلع دايموند، يا تسوقي تقول له ايه؟ ما تلعبش اي دي سي يا عبودي خالص، ابعد عن اي دي سي، والله ما هطلعك بلاد. طيب يعني انا والله مرعب. الناس اللي عايزه تويتش عايزين ايه؟ اتحرقتني ايه؟ بقول لك انا عشان اطلع دايموند انا سبتني من الاي دي سي، يعني فعلا انا بطلت العب اي دي سي ورحت العب جنجل، الجنجل كان بيفرق معايا او بيفرق في الجيم. حزن جانجل في سولو كيو، هو عنده امباكت كبير جدا في الجيم، يعني هو اللي يقدر يسولو كاري الجيم. في الفراس جارد شانس في التويتش شات في حبه فانز موجوده اهو، ريمو 008 حاول يبقى جيمس بوند وفشل، عمال بيتشان فراس جارد بينجوينز يلا بينا.
بي اتش اي مش هيلعب جوليانو، بيسأل بي اتش اي هو بيكوتش فريق فرانس كارتس بس مش بيلعب سلاسري هو الاي دي كاري. ولكن الحمد لله بعد دعاء وعذاب هنخش تشامبيونز ليج الجيم 2 من نصر اي سبورتس بي ضد فرانس كارتس بينجوينز. هنطلع بس الاعلان ونرجع على طول يعني. سبونسر اكيد طبعا لازم بقى تستنانا. وبعد كده يعني هنبدل زيكا اللي هيجي مكاني يعني، فبعد الاعلان زيكا خلاص ماشي. To make every experience more intense and real with Intel Core processors and GeForce GTX graphics so powerful they can redefine reality. Because the best feature of a gaming machine is the power to make you forget it's there. مورو هل تسمعني؟ اسمعك جيدا وبوضوح اخي زيكا. اخي مورو زيكا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. يلا بينا بقى. طيب دلوقتي يلا بينا نبدا على طول. بنز على طول سريعه كده، ازير وسجواني وفلاد من فريق فروست جارد على طول الكلام منتهي. رايك ايه؟ ما السجواني عملت فيهم يعني اللي ما يتعملش الصراحه الجيم اللي فات، عامل زي اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، وفعلا بان السجواني. بس الفيرست بيك تريستانا ما شفناهاش الجيم اللي فات، يمكن سلاسري عايز حبه رينج اكتر يعني. هو كوجما ما ريحوش، هياخد تريستانا ما ريحوش، وزي يعني عمل اوت سكيل عليه بقوه. ولكن شايف هنا هوفر على سايون تاني من تاني سايون بالاركين كوميت اللي متعودين عليها. واضح ان هما كمان كانوا سامعين دسوقي فراحوا عاملين بال كاميل عشان ما يدوش اي فرصه ان كاميل تكون جانجل قصادهم. مظبوط ولا ايه؟ صح 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 صح. غير جانجل هي برضو في التوب برضو عامله قلق يعني. ولكن دسوقي كان بيقول ان هو يقدر ينزل يلعب بيها جانجل ويقرفهم يعني. ولكن سيفر هل هي الحرب؟ ما بحبش سيفر ليه يا زيك؟ انا ما بحبش سيفر، ومين ما يحبش سيفر؟ ومن الذي لا يحب سيفر؟ هنشوف دلوقتي. حاسك مش متحمس من السيفر لوك ان كده. مش حوار مش متحمس، بس انا شفتها كتير وبيتلعب بيها كتير، بس ما شفتش الشخص اللي بيديني الهام بيها يعني. ما شفتش لسه لغايه دلوقتي في التورنمنت اللي فاتت والتورنمنت دي، ما شفتش الشخص اللي بيلعب سيفر زي ما انا بحبها. انا بحب سيفر تكون اجريسيف، بحب سيفر تكون متمكنه قوي من البوزيشن بتاعها، ده اهم حاجه فيها. فلو ده مش موجود بيحصل حاجات مش لطيفه بنشوفها. ولكن هنشوف مين السبورت اللي يكون معاها بعد ما جرفان تم اللوك ان عليه من فريق فروست جارد ويتاليا بعديه على طول. قول لي بقى، شايف الجيم راح لفين؟ بنبك البدايه بدري كده. بص سقى يعني اللي انا عارفه، سقى بيحب يبك الشامبيونز اللي بتروم كتير زي الجاليو زي التعديه. فهو ممكن نشوفه بتريد بيتجه بوت لين كتير، بالذات لو راح ظبطها صح مع جارفن في نفس الوقت يجان كوماتين مع بعض يعملوا فور مان بوت لين يبهدلوا السيفر، عشان سيفر الموبيليتي بتاعتها عباره عن الالتي وفقط، عندهاش داش ما عندهاش جاب كلوزر. فالموضوع صعب. اظن مشعل جاله دي سي وعمل لوك ان تويتش بالغلط او تويتش بليس هولدر، بس بظنش ان ده هيبقى تويتش جانجل ولا ايه؟ مش متوقعه دلوقتي قدام جارفن. لا ما توقعش يعني، ممكن يكون سيكريت بيك موجود يعني عند فريق نصر يلعب بتويتش جانجل، مش عارف. ولكن ما نقدرش طبعا ناندر استريميت يعني تويتش في اللعب بتاعه، ولكن سولو كيو نوعا ما ناحيه ممكن نستنى نشوف. جانج بلانك باند، كان حد في تويتش شات بيسال جانج بلانك نو بان ليه؟ اهو يا وحش كان نفسك فيه، اهو البان اهو. مش عارف كمان. انا عايز اقول لك ان تويتش واخد نيرف في الاي بتاعته في البيس دامج بتاعها، فبرضه ان انا اشوفه موجود في جيم زي ده. البان بتاع جي بي برضه بعد النيرف اللي خده، فلسه مش عارف. طارق هنا شايفه احسن عشان يمنعه
يعني سيفر زي ما انا كنت بقول لك هي بتحب البوزيشننج، فلو معاها طارق هيكون عندها شويه ان هي لو عملت خطا في البوزيشن او عملت خطا في اي حاجه طارق هيكون بيساعدها وبيخرجها من المشكله. معايا ولا مش معايا؟ صح صح صح. بس ف الفكره هل هو هيبقى كفايه بس يعني الجارفن التي زائد التاليا دامج زائد تريستانا من رينج بعيد، هل طارق هيبقى كفايه رايك؟ مش عارف، ما هو ده على حسب، على حسب سيفر هنشوفه هيلعب ازاي، ولكن احنا يعني لسه برضو انا محبط شويه من بان تويتش لان انا مش عارف هل هو بليس هولدر ولا هيكون بيك اساسي، ونبدا نتكلم بشكل ونشوف رؤيه اقوى للموضوع يعني. ولكن هنا عندك ناس هنا على تويتش على طول بتقول لك مورو بحبك يا مورو، وناس كده عماله بتسلم عليك في تويتش يعني. ما تاخدش في بالك، تاخدش في بالك تخش في بالك. طيب يعني عايزين الناس بتاعت تويتش كده تكون سخنه معانا في الجيم ويقولوا لنا رايهم في البيكسل برضو، مفيش اي مشاكل نتكلم فيها، وكمان هيكون معانا ديلي 3 دقايق فعايزين نتكلم مع بعض براحتك. لسه كتير، لسه الديلي كتير، لكن الريكساي لوكت ان. يبقى الريكساي جنجل تويتش اكيد دلوقتي 100% بليس هولدر بالظبط كده. بس مستنيين نصر اي سبورتس بي يقولوا لنا البليس هولدر ده لمين. ده الامل دلوقتي. توب لين ايدي كاري جانجل، لولو هنا مع تريستانا ممكن يجرب تاني بارالايز ان هو يعني يظبط الحال المره دي، ويعني مش عارف هل ممكن نشوف لولو تريستانا بشكل افضل من لولو كوجمو. ايه رايك؟ مش عارف الصراحه، لولو تريستانا يعني بارالايز لعب حلو على تريستانا الجيم اللي فات، ولكن انت ضد سيفر مش عارف، اظن انت محتاج حاجة اجراسف شوية في اللين. لو انت بالذات معاك تريستانا انت ممكن تدور على بلاي ميكينج سبورت هنا، ممكن تاخد البراون باند للأسف، لكن ممكن تاخد حاجة زي أليستر، ممكن تاخد حاجة زي ثراش، بس مش عارف لو شفت بارالايز بيلعب ثراش قبل كده. بس انت عايز حاجة بلاي ميكينج انجيجينج كده، عشان فريقك حاليا الانجيج بتاعك عبارة عن اورن الت او جارفن الت فقط. هم دول الاوبشنز، ده مش كفاية. طيب هنشوف دلوقتي، ولكن هنا السبورت بيتهفر عليه من ادهم او من الشخص او اللي بيلعب في اكاونت ادهم. تريش دلوقتي هو، وهنخرج اكيد على طول عشان يعني نصلح موضوع تويتش، ولكن شفنا اورن هنا موجود في البيك بتاع فريق فروست جارد. اورن هنا النهارده واخد يعني مش هنقول مش هنقول نيرف قوي، ولكن يعني ما بين هنا وهناك واخد في الدبليو كول داون اعلى شويه من 13 ثانيه ل 17 ثانيه وهكذا لغايه ما تثبت على 9. واخد في الاي كمان واخد باف فيها حلو، الاي بيز ده مش بتاعها من 30 ل 80 في بدايه الجيم يعني. فقرنا هنشوف هيكون يعني هيعمل ايه، وكمان الشيلد بتاع الدبليو كمان زاد من 2 ثانيتين ونص لثلاث ثواني ونص، فمستني نشوف هيكون ايه، ولكن مستني نشوف كمان البليس هولدر هيكون شكله عامل ازاي. على ما اظن انا لمحت كده ان البليس هولدر دوت بدل كاسيوبيا، شوف كاسيوبيا ميد لين تاني، بس المره دي اكزايل هيلعبها النص في ايسبورتس. ايه رايك في كاسيوبيا عموما؟ بتحب تتفرج على كاسيوبيا؟ كاسيوبيا بتسألني عن كاسيوبيا؟ بتحب تتفرج عليها عموما؟ بتسألني على كاسيوبيا؟ يا راجل طب اسأل الناس على كاسيوبيا كده اشوف رأيهم ايه يعني. ما حدش يكره كاسيوبيا سقة، ولكن يعني سقة مش يعني للأسف كان سجواني كان أقوى منه، وكان يعني مضايقه وكان عامل شغل قوي قوي عليه هنا. يعني ظهر قوة بتاعت رايز رغم ان رايز عمال ياخد نيرف نيرف نيرف، وهيجيله نيرف تقريبا في باتش 8-6. فهنشوف يعني، ولكن مش عارف البليس هولدر لو زي ما انت بتقول كاسيوبيا قدامها تالية هنشوف حاجة قوية جدا. من خبرتي في اللين ديت، انا لعبت كتالية وكاسيو اللين ديت، مش عارف في صالح كاسيوبيا شويه، مجرد عشان كاسيوبيا بتجيب الباور سبايك بتاعها ليفل 2، غير ان هي تجيب كيو اي ممكن
بكل سهوله تجيب عليك كل في اللين. انت ليه محتاجه الليفل 3؟ وحتى لو ليفل 3 مش بيبقى كفايه عشان كاسيوبيا بتسستين في اللين من الهيل بتاعها باسف على الاي، بس تاليا ما عندهاش سستين جبار. بتعرف تشوف ريف بسرعه، لكن كاسيوبيا برضو بتعرف تشوف. مش عارف، انا حاسس ان اللين في صالح كاسيوبيا شويه، ولكن من قصاد كده سقى على التاليا هيكون بيدور على رومز. اول لما يجي له ألتي هتلاقيه بيتجه يا اما توب يا اما بوت، عايز يعمل بليس في الماب. هو ده الصح. مش عارف يعني، ممكن اختلف معاك سيكه بسيطه ان ممكن تاليا يكون ليها يعني اوت سكيلينج على كاسيوبيا في البدايه، ولكن ما اقدرش اقول برضو اللي هيتم يعني. ولكن عارفين كويس ان تاليا بتاعت سقه هيكون بيدور بيها زي ما انت قلت بالظبط على الروم، وعلى ان هو يعني يقلق الماب كلها. ولكن كاسيوبيا هيكون ليه يعني ماجيك دامج خيالي ليت جيم اعتقد. ولكن يعني الاثنين بالنسبه لي هتفرق في السكيلز بتاعتهم اكتر من ان تشامبيون اوفر على تاني. يعني انا شايف تاليا في سرعه الشوفينج ويف بتاعها افضل شويه من كاسيوبيا ايرلي. البوش بتاعها لو معاها الجنجل هيكون برضو كاسيوبيا في ازمه شويه. ولكن هنشوف تاليا برضو معاها سكيلز ممكن يلعب بالدبليو بتاعته يبعد اي تشيس وراه هكذا، غير كاسيوبيا الموفمنت سبيد بتاعتها. ولكن هنشوف دلوقتي، وهنا كمان هنشوف نصر اسبورتس وهو بيلعب بكاسيوبيا هيعمل ايه، وهل سقى هيلاقي الانتقام بتاعه ولا لا. سقى نفسه صراحه بعد اللي حصل في الجيم اللي فات نفسه. يا اكزايل الحق يتقال، اكزايل ما قتلش سقى 1 في 1 في اللين لوحده، لكن الجانكس من سجواني هي اللي خلت رايز سنوبول طريقه جباره. بس هنشوف هيعمل ايه سقى المره دي. الاثنين ميد لين واخدين فلاش هيل، المره فاتت كانوا واخدين كلانز. لكن نقطه بسرعه عايز اقولها، ميمك ومشعل الجيم اللي فات زيارة كان، المره دي سيفر ثراش باين عليهم بيحبوا اجريسيف بوت لينز شويه زاد ثراش بايجنايت، وعندهم كيل بريشر عالي على لولو تريستانا، وممكن نشوف اكشن تاني في الايرلي جيم في البوت لين. ايه رايك في مشعل لحد دلوقتي جيم 1، وايه رايك هنشوف ايه من الثراش بتاعه في جيم 2؟ انا ما اقدرش اقول لك يعني، الراجل ده انا خلصت فيه كل الكلام اول امبارح لما بلعب بطارق، وشفنا يعني ان هو مش مستني ان احنا نقول عليه اجريسيف. لا هو اجريسيف، وهو مولود كده وهيفضل كده وهيعيش كده، وهيمتعنا ان هو شخص لا يهاب وما يعرفش اهاب. وهنشوف هيكون ليه الغلبة في الجيم ولا لا مع سيفر. كمان عايز اقول لك على حاجة، الناس اللي هي بتقول على تويتر ماستر سيكو بيقول السقة كان على وضعه يا كاستر من كاسيوبيا، ما اقدرش اقول لك على حاجة، السقة على وضعه يا باشا، ما اقدرش والله اتكلم. انا كنت مستني منه الاداء بتاع كاسيوبيا، ما اقدرش اقول لك اي حاجة. ولكن شفنا ان سجواني هي اللي كانت عاملة له الزونينج تحت التاور، وخدوا عليه كيلو اتنين وضايقوه كتير، وهو ده اللي انا مستني اشوف سقى بتاليه. هنشوف هياخد ريفنج ولا لا، وهنشوف هنا جيرفان هيكون ايه رده. في حد في تويتش شات برضو ذا نوبل بيقول باد ايرلي جيم لسيفر وكاس. لا لا، سيفر ما عندهاش باد ايرلي جيم خالص، ممكن المانا بتخلص بسرعه، لكن الكيو دامج عالي جدا في الايرلي جيم، الشوفينج بوتنشال عالي جدا في الايرلي جيم، اي دي كاري باوتو اتاك ريسيت في الايرلي ليفلز ده بيفرق جامد جدا، الاكسترا اوتو دوت غير الاكسترا اتاك سبيد اللي بتاخدها من الالتي. فلا هي ما عندهاش باد ايرلي جيم. ممكن نقول كاسيوبيا باد ايرلي جيم، بس مش باد برضو، عندها كيل بريشر في معظم اللينز بتاعتها عشان البويزن بتاعها والشيسنج بوتنشال بتاعها جبار، بس الليت جيم بتاعها طبعا هو الاقوى. يعني هي ليت جيم بيست، ولكن الايرلي جيم بتاعها ما هوش وحش، ما ينفعش تقول عليها باد، هي لسه ممكن قوي يقتل سقه في اللين بالظبط كده. مستني اشوف يعني عايزك بقى تقول لي ريكساي وجيرفان ايه الفرق اللي هيكون ما بينهم في الايرلي جيم. احنا عارفين ريكساي هنشوف منه مثلا ليفل 3 فلاش اللي هو متعود ان يعني برو بلايرز ريكساي ممكن يضيعه فلاش في ليفل 3 عشان تكون الجنك مظبوطة على تريستانا مع لولو، زي ما انت برضو لسه قايل ان هنا في مشعل مع تريش وسيفر، فممكن نشوف
يعني ريكساي هيلعب ازاي؟ ممكن يبدأ ريد وبعد كده ينزل بلو وياخد الباص بتاعه كده، ولا هيعمل ايه؟ مش ايه رأيك للموضوع؟ والله هو انت قلتها صح، هو ريكساي الناك اب بتاعته بتفرق جامد جدا في الاولي جيم، لكن الناك اب تعتبر اسهل ان هو يجيبها من الجارفن ناك اب. جارفن ناك اب اي كيو سكيل شوت، ممكن تمس، ممكن تقول قدامك يسايد ستيب يعمل لها فلاش، ولكن الريكساي ناك اب انت ممكن تفاجئ اللي قدامك بفلاش هو ما يقدرش رياكت، ولو ممكن تصبر على الاي بتاعتك تستناه هو يحرق فلاش بقى تستخدم الاي بعد ما هو يفلاش، انت عندك اوبشنز اكتر. ولكن اظن في الايرلي جيم اظن جارفن هيبقى الجانكات بتاعته اقوى، مجرد عشان الدامج بتاعه في الايرلي جيم اعلى بسبب الباسيف بتاعه، فالدامج بتاعه في الايرلي جيم اقوى من ريكساي. ولكن في الميد جيم على حسب البيلد بتاع ريكساي، ولكن على ما اظن هيجيب تايتانيك هايدر غالبا، هيجيب تيامات الاول بعد كده هنشوف هيعمل ايه، بس اظن في الميد جيم هتلاقي ريكساي بدأ يظهر والدامج بتاعه بدأ يوجع جامد. بالظبط، الناس متحمسة الأورن قدام سايون. ايه رأيك في ظهور سايون بقى كده ورجوعه من تاني؟ يعني انا بلعب بيه بقالي فترة بسيطة كده، ولكن شايف ان هو فعلا مش واخد حقه توب لين، وشفناه الجيم اللي فات قدام أورن. اعتقد ان الماتش في صالحه من وجهة نظري. هل طب قولي انت ليه في رأيك السايون حلو عموما دلوقتي؟ يعني هل الليننج بتاعه كويس، الليننج يعتبر بتاعه كويس مقارنة بناس زي نار، هي ولا الانجيج، ولا ايه بالظبط؟ هي اوت سكيل يعني اورن بطريقه احسن. اورن يعني السكيلز بتاعته، الكيو بتاعته برضو مش بتديل الدمج زي الكيو بتاعت ساين. ساين مع الاي يقدر يعني يضايق اورن كل شويه. لو شفنا كمان ريكساي ان هو بيساعد ساين على اورن، هنشوف مشكله كبيره بالكيو بتاعت ساين في الايرلي جيم، هيضايق جدا يعني اورن، ممكن ما يخليه مش عارف يفارم. ولكن اورن الناحيه التانيه هو معاه الباسيف بتاعت الدبليو بتاعته، معاه الشيلد بتاعه، ولكن مشكلته ان هو ساين هنا معاه سلو ومعاه نوك اب بطريقه تضايق، وفي نفس الوقت الدمج بتاعهم بيكون مقبول نوعا ما. فانا لعبت اللين ده ممكن كذا مره، هل ممكن الاورن اللي كان قدامي كان نوب؟ شايف فكنت ان ساين ممكن يسرق كلايه في الايرلي جيم الكيو بتاعته كده؟ ايه؟ تفتكر ساين ممكن يسرق كلايه في الايرلي جيم بالكيو بتاعته كده؟ يعني يقفش اورن وهو مش مركز، لو اورن يقفش ميزه كده وهو لو اورن بيركز مش في فورم مركز، بدل ما ولكن يركز احنا في صيام. المشكله ان احنا بنتكلم على ميزه، يعني المشكله ان احنا مش بنتكلم على ليج اوف ليجند عامه، احنا بنتكلم على ميزه اللي هو نار، اللي هو كينن، اللي هو الناس الجيس. فدي مشكله، ولكن انا بقول لك ان الماتش اب بتاع ساين انا شايفه انه هو ممكن يكون فعلا في صالحه عن اورن شويه ايرلي جيم. ولكن مستنيين هنشوف. ادي الجيم بدأ، وكل واحد خد شلته كده وراح حته كده يستخبى فيها، جايز يطلع له رزق من هنا ولا من هنا. يلا، وايه الناس تحب الرزق يعني. واضح ان مش عارف، حاسس ان فراس جاردز خافوا من الجيم اللي فات. فاكر في اول الجيم النصر اي سبورتس اتحركوا كخمسه فجأة بارالايز، بس عرف يطلع يجري يعني. بس فراس جاردز ما لاقين من الكلام ده يحصل تاني، عملوا 5 مان ستاك، هم كمان واقفين في التراي براش، شايف بينجز كتير من مصر اي سبورتس، بيه واضح ان في حد بيترول الفريق بتاعه. يعني بص، دي اهم حاجه ان انت في بدايه الجيم يعني ما يكونش في شده اعصاب، ما يكونش في شويه بوز، برده بيريحنا شويه، بيخلي الناس يعني حرام يا حرام يعني البوز ده مين اللي خرج مش عارف. ولكن ايوه، لازم في بدايه الجيم قشطه نهزر ونهفن، الناس دي مش برده مش داخلينها يعني حرب، ولكن لازم يرتاح نفسيا. اللعبه دي ليه سموها اي سبورتس؟ ليه سموها رياضه؟ هي رياضه ذهنيه، محتاجه عوامل كتير قوي، محتاجه دقه، محتاجه تركيز، محتاجه استرخاء، محتاجه حاجات كتير قوي. فهو ده اللي ممكن بنشوفه. ولكن انا شايف ان هم كمان نجحوا ان هم يرموا ورد عند البلو، فهنا عارفين دلوقتي ان الجانجلر بتاع فروست جارد هيبدا الريد، ودي من الحاجات المهمه اللي ممكن نتكلم فيها. ممكن تفرق جامد جدا، يعني لو هم عارفين ده كراي هيبدا من الريد باف 100%، فمش هيبقى موجود بوت لين يعمل كاونتر جانك لليفل 3 جانك. بالذات ان مشعل ممكن يظبط ريكساي هنا بلانتن حلو في الليفل 3، بلانتن حلو مشعل، اسف، ريكساي مش هيضطر يحرق الاي بتاعته عشان يعمل النوك اب، وممكن يسيبها بعد ما هم يفلاشوا بقى ساعتها يعمل ايه.
في جانج سات اب حلو جدا من البوت لين بتاعت نصر اي سبورتس بي ده، لو ريكساي بدا من الريد باف بتاعه واتجه لبوت لين ليفل 3. بس برضو انا شفت في سولو كيو، ما اعرفش طبعا ده سولو كيو ناس تعمل حاجات غريبه، بس شفت ريكساي بيبدا من الكامب الريث كامب او مش عارف رابتر ولا ريث اللي هو العصافير. دي حقيقه عصافير زمان حقيقة. كان ريثس دلوقتي بقى عصافير. انا عايز اقول انت مش عارف لا رايت جيمز نفسها اول ما عملوا الرابترز دول لقوا العالم كله بيقولها تشيكنز، فبيقولك ان الموضوع وصل عندهم ان هم فرايد دلوقتي هم مسمينها تشيكنز ومتعاملين مع الموضوع بشكل عادي وطبيعي جدا يعني. ده العالم كله خلاص يعني ما فيش حاجه اسمها رابترز، هما تشيكنز. ولكن شفت ريكساي بتبدا تشيكنز ما فيهاش اي مشاكل خالص، وبعد كده ممكن تدخل على الريد ويطلع على البلو، بعد كده يعمل دايف على تريسانا بوت لين. شايف هو ده الباس اللي انا مستنيه ومستني اشوف فلاشايه بتتحرق كده حلوه. هنشوف خيالك دي ممكن مش فلاشايه بس، دي فيها كل الاثنين جونجلرز واخدين الكتريكيوت. لا يا باشا ما انا مش بفصل معاك، ايوه الفلاشايه هي بكل، انا مش بقول فلاشايه وخلاص طبيعي. انا مش فلاشايه ويمشي، مش ده اللي انا بقوله، فلاشايه وكل ده مستني اشوفه. لكن هنشوف جارفان هنا هيكون موضوع ايه. بلاي والريزوم والحمد لله بعد عذاب وكفاح، يا رب ما نعملش بوست تاني في السيريز ديت. لو لسه مضمنين لينا سكور المفروض مكتوب لكم قدامكم 1-0 النصر اي سبورتس بي، على ايدكم اليمين على ايدكم الشمال فروست كارد بينجوينز. حاولوا يرجعوا السيريز، ويعني مش عارف الروح المعنويه عندهم هتبقى عامله ازاي دلوقتي، ولكن فرلايز بيلعب على تشامبيون مستريح عليه، داكراي بيلعب على جارفن اللي هو يعتبر ميتا، سقى على طريقه لعبها كتير، سلاسري على تريستانا واحده من المينز، فما لهمش عذر المره دي. بالظبط كده، مستنيين نشوف بقى يعني جيم منه استراتيجي ويعني روتيشن وكلام من ده عن جيم مجرد فايتس حلوه. ريكساي هنا هتورينا فايتس حلوه، وبرده هنشوف من جيرفان التيم فايتس اللي المفروض نشوفها. ولكن كلمني كده، ممكن نقول كل كومب ممكن تشوف تيم فايت، الكومب هيفرق لصالح مين؟ اظن في الـ early game كده التيم فايتنج هيبقى في الصالح. ثانية واحدة، الهوك من مشعل جاب لولو حلوة قوي، بارالايز مطرق فلاشة كان اجنايت عليه الافتر شوك دامج، هلا يبقى كفاية بارالايز الشيلد على نفسه، لكن مش كفاية مشعل بالاجنايت هياخد فيرست بلود. ديجا فو، انا لسه شايف الكلام ده الجيم اللي فات. يا لهوي يا فراس جاردز مش تاني. لا انا قلبي اتشال فيها، يعني ايه ده؟ ايه اللي حصل ده يا عم مشعل؟ حرام عليك، بالراحه على الناس شويه، مش معقول اللي انا شفته ده. ده يعني حاجه فوق الخيال. حرق فلاش، حرق اجنايت، لولو حرق فلاش، بترسانا حرقت هيل، كل ده يا عم ريكساي انت شوف حالك بقى واطلع على الميد لين وخلص الموضوع. قفش ذا كراي وسط العصافير بتاعته، فلاش لقدام من ادهم اجريسيف جدا على ذا كراي، نفسهم في الكل مش على الموجود مع الهوك، لكن لسه مش عايز يكاست ومستني الفرصه المناسبه. ذا كراي بيوك اب وهو 50 اتش بي، خطر قوي اللي انت بتعمله. ادي الهوك من مشعل، لسه بنقول الفلاي على ذا كراي، لكن الاجنايت عليه من بارالايز موجود، الفلاش لقدام من ريكساي هيرد الكل بكل، ولكن بارالايز وسقه هيشوت هيم داون في الاخر، تبقى 1 فور 2 لصالح فريق فرست جارد بينجوينز. اوه ماي جاد، ايه اللي حصل ده؟ على فكره انت ممكن سابقني كمان بشويه، ولكن برضو ما شالش اي حاجه من اللي انا شايفه ده خالص. انت دي عندك كام عشان لو كده نظبط مع بعض، عشان لو في اي مشاكل او يعني تاخير ديلي؟ انا دي عندي 53 52 ماشي، احنا ممكن نقف عند 55. ايوه خليها عشان هما ما لحقوش هنا، خليها 60 ماشي. 4 أربعة ونت... كم؟ أربعة فلت؟ أربعة بالظبط. طيب اخبطنا الكاونت داون يا زيكا. 3-2-1 ابدأ. هيا بينا. كده احنا مع بعض عشان ما ينفعش نسيب بعض الناس، ما تقلقش يا عم على الفايت، هتشوف الفايت هتشوف كل حاجة. ولكن هنا أورن هنا عامل بوش على سايون حلو قوي. كلمني شوية بقى عن التراكر نايف، يعني ايه ليه شيلوها؟ يعني راحت يعني انت منزل بتقول ان التراكر نايف هي